تنكشف بعض العورات التي تكون مستورة، والله أعلم. أنا سيدة عمري 60 سنة، لم أرث من والدتي شيئا، بالرغم من أنها أوصت أخي في حضوري بأن يعطيني حقي من الميراث، غير أنه لم يفي بالوصية بعد وفاتها. وحدث أن كلفني أخي بجمع مستحقات كراء منزل والدتي المتوفاة، فهل يجوز لي يا شيخنا أن أتصرف فيما جمعته رغم قلته تعويضا عن عدم حصولي على حقي في الميراث؟ صاحبة السؤال هذه امرأة تعيش في هذه الأجواء التي فيها بعض الاختلالات الأسرية، هي تقول إن والدتي أوصت أخي بأن يعطيني الإرث. هذا ليس في حاجة إلى أن يوصى بالإنسان، هذا أمر الله، هذه الشريعة الإسلامية. من رفض الإرث فقد رفض الشريعة الإسلامية عموما. لا يمكن إنسان أن يصوم ويصلي ويحافظ على النوافل ولكنه ينكر قضية الإرث أو يغمط الناس حقوقهم أو يأكل ويبتلع. الذين يأكلون أموال الناس في الإرث، الذين يستضعفون المرأة في الإرث، لم يفهموا من الإسلام لا قليلا ولا كثيرا، أو ناس ظلمة وإنما يحاولون أن يرضوا أنفسهم وتدينهم بهذا النوع من الغرور. فلذلك لا بد له أن يعطي الإرث إن كان مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الأولى. فليس الإرث في حالة إلى أن توصي عليه الأم أو فيستجي فلان أو لأن ما أوصت كأنها في الحقيقة أساءت، كأنها قالت هذا الأمر لك ومن فضلك أعطيها الإرث، ففوضت إليه فاختاره أن لا يعطي شيئا. هذا الأصل لا يجب أن يكون موضوع مفاوضة ولا توصية، هو حق شرعي. لو أن هذه الفتاة كانت تعرف حق دينها وطلبت من أخيها الإرث، يجب أن تطلبه منه، وإذا لم يكن ذلك فيجب أن تطلبه قضائيا أيضا، لأن بعض الناس يستغلون هذا الحياء وهذا الخجل وحرص المرأة على، ولكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هو بما أنه امتلك هذا امتلاكا حقيقيا أصبح يفوض إلى الأخت أن تأخذ الأجرة، أخذك الأجرة وردها له هو بمثابة الإقرار بأنك قبلت ما فعله. وقد يقول لك أخوك بعد 20 سنة وما الذي طرأ؟ أنت كنت تعرفين هذا، بل أنت التي كنت تجمعين الأولى. حتى إذا لم تكوني قد أخذت هذا الإرث ولم تأخذي حقك ألا تستعملي في جمع الأجرة، لأن جمعك الأجرة وردها إليه هو بمثابة الإقرار بأن ما فعله صحيح وسليم، وأنت تشهدين على نفسك بأنك قبلت. الأولى على الأقل ألا تفعلي ذلك، يقول الله يسامح إذا كان هذا ما ديش ديت الأجرة حتى هي. أما السؤال في عمقه هل يجوز لك أم لا يجوز، أظنه يجوز في نوع ما. لا يجوز أن أخذ الحق بهذه الطريقة، أنني أسرق حقي، هذا أنت بعيدة عن هذا. الشرع يحميك بأن تأخذي حقك، لماذا تأخذين حقك بهذا الأسلوب الذي فيه هل أستطيع أم لا، كأنك تسرقين شيئا هو لك أصلا. الأولى أن تطالبي به من أن تسرقي. ولكن السؤال هو سؤال عام لا يخص هذه الحالة فقط، ولكن سؤال فقهي أشمل، وهو موقف الإنسان الذي يظفر بحقه، هل يجوز للإنسان الذي يظفر بحقه أن يأخذه أم لا؟ هذه مسألة طرحها الفقهاء، وللفقهاء فيها اختلافات. وقالوا إذا كان الإنسان قد ظفر، معظمهم قالوا إذا كان الإنسان قد ظفر بحقه بجنس حقه الذي أخذ منه، وأخذ ما أخذ منه مال فأخذ مال، أخذت منه بقرة فوجد بقرة، أخذ منه أي لم يؤخذ منه شيء فأخذ ما يساويه من جهة أخرى، فمعظم الفقهاء يقولون بأن هذا جائز لأنه أخذ حقه وصله حقه وناله وأخذه. المالكية لا يقولون بهذا، يقولون بأن ذلك الحق هو في يد الآخر وبمثابة الملك له، فلا يمكن أخذه إلا بالتفاوض معه. وباقي المذاهب تقول ما ذكرت سالفا. ولكن بالعربي أيضا وهو مالكي يقول والصواب ما قالته المذاهب أنه يجوز الإنسان أن يأخذ حقه أي من عين حقه بمقدار ما أخذ منه لا يزيد عن ذلك شيئا. لأن والحجة عند هؤلاء وأولئك أن هندا زوج أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ومالي
وأولادي ما يكفيني. قال خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. فهذا، لكن هذا أيضا لا يفتح على بابه من أن أي امرأة في بيتها تتصور أن زوجها قد أساء أو أنه لم يعطها فتأخذ أكثر مما هو حق لها وتمد يدها وتتوسع في الأخذ. هذا ليس هو المقصود. بالعربية تحدث عن حالة مظلوم يصل إلى حقه تحديدا فينال الكفاية، وطبعا لا يكون لسان على النحو إلا كان على درجة عالية من العدل والإنصاف والتحقق مما هو حق مما ليس حقا، والله أعلم.